الو، ألو مرحبا. شلونك سيوفي؟ الله يسلمك علي لصوتك. شو اخبارك؟ الله يخليك. شايف في البداية انه انا ما اريد اتخذ القرعة، مجرد انه اخذ رأيك بموضوع، وهذا هو تفضلي بس علي لصوتك. انه انا متزوجة صار 3 سنوات، زين. اللي اخذني يعني قرايبي هو، زين. بس انه اخذني انه شلون اقول لك اياها، كسرت خشم هيك شيء. زين. فبصراحة احكي لك اياها، يعني انا من اخذته مش الطالبي، زين. وانا اصلا يعني كانت عندي علاقة بشخص قبله، فمن قد يعني التعامل مالته واسلوبه المو زين، الغلط والمسبة والبشار وغيره وغيره والخيانة، وانه انا ما طلقت، يعني تبقى هيك بس ما طلقت، تبقى زين. هيك. راحت فترة، جت فترة انه رجعت يعني صادفت هذا الشخص اللي كنت احكي له، زين رجعت علاقتي بيه. زين. ما اعرف يعني، مرات انه اقول غلط، مرات اقول لا صح، هو اللي خلاني اوصل لهذا الطريق هو من وراه، مرات اقول لا، يعني ما ادري. فاني سألت، ما اريد اقول انا سيتابعوك اللي يعرفوني. أسئلة سؤال، جواب لو جتك بنية متزوجة، ايه اوكي، قالت لك انا متزوجة وعندي مشاكل ويا زوجي، تمام، بس عندي علاقة ويا واحد، شو تقولي لها؟ مو سيف، هي مو مشاكل، هي لو عن مشاكل ما يخالف، هسه بغض النظر عن كل مشاكل اشياء، واحد يعديها. هسه احنا بدنا نحكي ان جنرال، بدنا نحكي بشكل عام، اوكي؟ اوكي. اذا جتك وحدة متزوجة وقالت لك اني عندي مشاكل ويا زوجي وعندي علاقة بواحد، شو تقولين عليها؟ شو اقول عليها؟ شو تقول؟ شايف يعني انت من بلا، لا تطلعي الاعذار، لا تطلعي الاعذار، تجاوبين على السؤال، شو تقولين عليها؟ يعني اكيد غلط هالشيء، انا ما قاعد اقول لك هو هالشيء صح. تمام، اذا انت تعرفين انه هذا الموضوع غلط، شلون تسوين هيك؟ مو شيء، هو اخذني واني صغيره، يعني اني بغض النظر ماكو اعذار، ماكو اعذار لهاي الامور اختي، بس اسمعيني، هاي الامور ما بها اعذار، ما لها اي عذر، ما لها اي مبرر. مهما يكون انت عندك بيت وعندك زوج، تمام، وعنده ثقه بيك، شلون تخونين هاي الثقه؟ تخونين ثقه زوجك، تخونين بيتك، يعني هذاك ايش راح يقدم لك؟ مو يما، ترى انا صار لي سنه وست اشهر يم اهلي. لو يعني لو وحدك قاعده على ذمته، لو مو على ذمته؟ جاوبيني، على ذمته لو مو على ذمته؟ ايش راح يقدم لك هذاك؟ فاهمين؟ ما قدم لك شيء، ترى بس مقضي لك وقت لا اكثر ولا اقل. فكر زين وحكم عقلك، تمام؟ وارجع لبيتك، مهما يكون، مهما يكون هذا بيتك وحياتك وعائلتك ومستقبلك. وهذا الموضوع هسه صار بالفترة الحالية موديل، صراحة موديل، موديل مال واحدة متزوجة وتحب لها واحد أو عندها علاقة ويا واحد، تمام؟ أنا ما دا أحكي عليه، دا أحكي بشكل عام، يعني هذا الموضوع صار مثل الموديل عادي. هسه قابل أنا شو مسوية؟ لا، شنو شو مسوية؟ شلون شو مسوية؟ ثقة أهلك وثقة زوجك، أنت شلون يعني نفسك يعني تسمح لك تسوين هيك شيء؟ ماكو اي مبرر لمثل هاي الافعال، يعني اتمنى، يعني سالت السؤال قلت لك هذا الشيء لو صاير عند بنيه ثانيه صح لو غلط؟ قلتي لي غلط، اذا انت تعرفين الموضوع غلط، صح؟ صحيح. تمام، فيا ريت تحكمين عقلك، تمام، اوكي، ترجعين للطريق الصواب مثل ما يقولوا، لان هذا الطريق صراحه هذا الطريق ما منه فائده ولا راح تستفادين منه شيء. وهذول الناس، هذول الشباب يسوون علاقة ويا يعني بنات، نساء متزوجات، يضحكون عليها، هي على ذمة رجال، شلون يعني؟ تحياتي لك يا وردة، تحياتي لك، مناك الموفقية إن شاء الله. على كيفك، زين، شلون يعني، شلون واحد هيك،
شلون يعني؟ يعني واحد يعرف هذا الموضوع غلط ويروح يسوي شلون بالله؟ المهم الله يهدي الجميع ان شاء الله.